المشهدية. في المشهد الساخن إدانات عربية واسعة لاعتداءات الاحتلال على الأقصى، هل تمهد للإجراءات العملية؟ في المشهد السياسي وزراء خارجية حلف الناتو يبحثون تبعات التقارب الروسي الصيني، أي خيارات؟ في المشهد البيئي موجة جفاف تدفع الحكومة التونسية إلى إجراءات استثنائية، هل تنجح الطوارئ المائية؟ وفي المشهد الغذائي الصحي المشي على الرمال، متى يمكن استثمار فوائده كلها؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشرق.